السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حباب قلبي وترند جديد بيج رامي. الناس كلها صحت النهاردة على الترند المتصدر بيج رامي. مين بيج رامي ده وإيه حكايته وإيه إشمعنى يعني طالع على الترند والدنيا بايظة معايا؟ تعالوا نشوف الدنيا فيها إيه. بيج رامي ده يا جماعه بطل كمال اجسام، بطل مصري للعبه كمال الاجسام، خد امبارح بطوله اولمبيا في كمال الاجسام. ايه بطوله اولمبيا دي؟ طبعا مش بطوله عاديه ولا بطوله تحت السلم ولا بطوله صحات شعبيه، دي البطوله رقم واحد في العالم لكمال الاجسام. طب ايه قصه بيج رامي؟ بيج رامي دوت يا جماعه شاب مصري اصيل عنده حلم وطموح، هو اسمه الحقيقي ممدوح السبيعي من قريه السباعه. بيج رامي ده كان عنده حلم، كل ما في الموضوع ان هو كان عنده حلم بدأ من 10 سنين من 2010 ان هو يبقى بطل كمال اجسام. بدأ في الكويت وبدأ هناك يتدرب ويشتغل على نفسه بنفسه، وكان بيوفر لنفسه كل الدعم ومحدش كان بيصرف عليه، محدش كان بيتولاه، محدش كان بيرعاه. مفيش لا نادي ولا اتحاد مصري رعاه ولا حد اهتم بيه ولا حد اصلا فكر فيه. بيج رامي هتلاقيه مشهور جدا بين ابطال كمال الاجسام في مصر، لكن غير كده محدش يعرفه ولا حد كان يسمع عنه. لكن من النهارده مصر كلها تتكلم عن بيج رامي وكلها تعرف بيج رامي، بعد ما طبعا الاعلام كله هياخدوا على حجر اليومين اللي جايين دولت. وبالظبط كده، لانه بقى بطل وبقى عالمي، بعد ما وصل للعالميه الاعلام هيبدا ينجم فيه وهو مش محتاج. هنشوفه بقى على فضائيات كتير وعلى قنوات كتير، وممكن انديه كتير تدعمه وترعاه، وطبعا ده يبقى شيء كويس جدا، احنا ما نكرهش ده. لكن كنا عايزين نقول للناس دي كنتوا فين؟ كنتوا فين وبيج رامي ده بيصنع نفسه بنفسه بقى اكتر من 10 سنين وكان عنده حلم وطموح. ده طبعا رسالة لكل الشباب، ما تعتمدش على حد، ما تعتمدش على نادي يدعمك، ما تدعمش على وزارة تدعمك، ما تدعمش على اتحاد يدعمك، بالذات ابطال الالعاب الفردية. نصيحة مني، يا ريت كل واحد يشتغل على نفسه بنفسه، ولو عنده حلم وطموح يكمل عشان خاطر يبقى زي بيج رامي. شكرا بيج رامي ان انت رفعت راسنا ورفعت علم مصر وبقيت نمبر 1. خلينا نقول ان بيج رامي نمبر 1. اشوفكم في فيديو جديد، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد بننزله. سلام.